هلا احنا وصلنا شكله في اي وانتوا اصلا جاهلين عنه شي متعلم بس شي جاهل يعني ما تدري مش عارف ليه. ايوه الكامبات اللي ورا كان كتير غالي ممكن هو شافها او شافني يعني انا من اوروبا المسلخه هاي خليها تدفع فلوس كتير الباقيين ما فيهم تكييف وبده مبلغ كتير كتير. في منطقه في دهب اسمها ابو قلوم وجنب دهب تقريبا يعني 10 دقايق هيك شيء. نحن اخذنا هلا السياره وقفنا مكان معين يعني هون وقفنا ولقدام رح ناخذ القارب وهذا القارب رح ياخذنا على ابو قلوم ومن هنيك رح نشوف شيء يلي اسمه بلو هول. هلا احنا وصلنا وشكله ما في اي شخص توريست يعني نحن الوحيدين التوريست اللي موجودين هون بنشوف اي من الاشخاص يلي بيقدر ياخذنا على القارب. السلام عليكم كيف الحال؟ بدكم توصلونا لابو قلوم؟ والله ان شاء الله. يا ليتس جو. يا مرحب مرحبا. بحكي لكم عن شيء انتم ما تعرفوه اوكي وانتوا اصلا جاهلين عنه شيء متعلم بس شيء جاهل يعني ما تدري مش عارف ليه. ايوه الناس الكبيره اهالينا زمان وصوني. ايوه قالوا يا ولدي ما تسكنوا في الوطن عاصفات بتيجي فاهمني فيضانات. ايوه وذهب ذا كله يعني متعرض ايه لعاصفه يعني مثلا يعني وطن نسوي مشايه على العصره من اول زرنوب الى حديد مجر السين. كيف قصدك؟ شو قصدك يعني؟ نسوي السقاله. ايوه مشايه على بس المشايه دي تكون ايه؟ تكون يعني على الصب على الجلوف. ايوه عشان تكون ثابته تحمي الناس لو جاء يعني مثلا سيل ولا مطر قوي. ايوه فيضان تحمي البيوت. أيوة. تحشط الميه وتحشط البيوت ما يروحهم في البحر بحيث تكون ثابته في الجلوف بتكون 100 100. وهذا انقاذ للناس يعني ذا وطن. احنا شفنا ليبيا راحت كلها ازاي يعني فاحنا لو سوينا الحل ذا هننقذ نفسنا لو ايه شيء مر علينا زي ليبيا. طيب هلا هو صار في فيضانات هون من زمان؟ والله يعني ما صار بس هو بس مشان البحر. هو بس مشان موضوع البحر ان الناس ما تيجي تسكن هون ولا في موضوع ثاني؟ لا في موضوع تاني يعني الحين بيقول لك الطقس في العالم تغير. ايوه فاهمني واحنا نعمل حسابنا للطقس. جت رعديه هنا على عيوننا هنا في الحته دي. اي شهر صار هذا الشيء؟ جت سحابه. أيوة. من هناك وجت سحابه كذي ركبنا على بعضيهم ومشوا ناحيه السعوديه. السعوديه هو اللي قبالنا. ايوه فاحنا شفنا المطر نزل كده ثاني يوم لقينا الجمال هنا. اها يعني المي طلع لفوق هنا وناس طلعت جمال. أيه. وجمالين فاهمني وبيقول لك وادي بحاله اخذ السيل. طب انا عندي سؤال واحد هو اني في عدد ناس من السياح بيروحوا لهونيك على طرف ثاني نحن رح ناخذ هلا القارب ونروح على ابو قلوم صح؟ في ناس يعني في تورست عدد سياح عم بيروحوا لهونيك؟ لا من بلو هول. بلو هول انت تروح بلو هول ومن هناك بلو هول هيطلعك المركب. تمام هتروح يعني راس ابو قلوم يعني قد ايه بدنا وقت لهونيك لابو قلوم بالقارب؟ من بلو هول يعني 10 دقائق. شيء رهيب جدا اني يطلع الدلفين فجاه مره واحده وانت هون على البحر. ونتحرك في الوادي على جزيره اسمها بلو لاجون. اوكي شاطئ رملي طبعا
احنا دلوقتي ابو غلوب شعب مرجانية واسماك، جميع انواع الاسماك موجودة عندنا هنا. ايوه بحيرة ابو غلوب عندنا بلو هول، بحيرة بلو هول عمق 110 متر بداية بلو هول، بننزل من مكان اسمه شقة الامان وبنطلع من نهاية دائرة بلو هول. بلو هول عبارة عن دائرة نزل فيها نيزك من الاف السنين، عمل بقعة عبارة عن عمق 450 متر. يعتبر البلو هول منطقة من أحسن المناطق على مستوى العالم بالنسبة للدايفنج واخيرا وصلنا هاي المنطقة هاي. هلا رح نكتشف هنشوف ايش في بهالمنطقة. تعرفنا على ناس جديدة، وطبعا هاي بالنسبة لي كثير نادرا اني احكي مع ناس كثيرة. هنشوف الاجواء كيف والحالة، وممكن نعود لهون يومين ورا هاليومين نروح على منطقة ثانية. حاليا قاعدة عم بدور على شي كامب اقدر اقعد فيه. اغربت صار وقت الغروب. الكامبات اللي ورا كان كتير غالي، وممكن هو شافها او شافني، يعني انا من اوروبا المسلخة هاي خليها تدفع فلوس كتير. فنحن رايحين نشوف كامب ظريف حلو فيها تكييف، الباقيين ما فيهم تكييف. كل الناس اللي كانوا قاعدين معنا كل واحد فيهم راح على كامب معين، بس كلنا قراب عن بعض. يعني هاي شكلها مثل السيركل، هاي المنطقة في جبل حتى هون ورانا. خلينا نشوف إذا هذا فيه أوسائر، لأن بالنسبة لي التكييف مهم جدا، لأن عم توصل الحرارة 40 زائد، وبالأيام العادية يعني شرب كثير شرب، رح تضطر تغطس حالك كل ربع ساعة مرة. So hot here. احنا هلا موجودين في منطقة في سينا، وهي المنطقة تعتبر من اقوى المناطق يلي موجودة في سينا. رقم واحد هو المنطقة يلي فيك تعمل ريلاكس، يعني take it easy. اكثر الاوروبيين والسياح بيجوا لهنا. هاي منطقة يعني شايفين المي، المي جاي على شكل مدور، وكل منطقة في كامبات معينة، وكل كامب حقه مبلغ شكل. يعني إذا بدك تكييف بتروح على آخر نقطة موجودة هناك، وأول نقطة بيكون على طول أرخص شيء، وبالنص بيكون الأسعار يعني 50-50 عادي. ومشان تقدر تيجي هالمنطقة لازم تاخد القارب من دهب، شغلة تقريبا نص ساعة هو هون بحطك، وحتى فيك تاخد السيارة يعني it's fine. هالأشياء بيطيروا فيها هما الناس، يعني بيركبوها على الشاطئ مثل ما شفتوا هون بيعملوا شيء يلي اسمه كايت سيرف، وهون بيركبوها هونيك بيركبوها كايت سيرف. amazing. هلا هاي كيف how you gonna make it، كيف بتعملها؟ بس بتطيروا. بدك تطير هلا؟ بدك تركبها؟ يلا. فيك تحكي لنا هاي المنطقة اللي احنا فيها هلا؟ احنا حاليا احنا في البلو لاجون، او actually I rename it blue magic lagoon. اوكي. حاجات كتير النيتشر اللي فيها بالنسبة للكاي سيرفينج، الهواء الويند هنا really good. واحنا already we started the season already. فالهواء كويس لده. احنا بنقدر ندي كورس beginner course intermediate course independent course. نفضل معاك لحد بكنترول لبادي تراك لكل البيزكس،
نفهم شويه سيري عن الكايت عن السبوت عن الويند. 6 ساعات دول البيجنر كورس، فنقدر من خلاله نطلع بس على البورد ووتر ستارت. اوكي، يعني هون بهاي المنطقه هاي فيكم تتعلموا كيف تركبوا الكايت سيرفينج. Yeah, just fly and jump and be free. Be free. يعني هون عن جد الناس كتير مبسوطة ومرحة جدا. وهي هاي الشغلة اللي بتعلموها الناس رياضة، نوع من الرياضة. هي رياضة. 100%. يعني منيحة للجسم. Full body أصلاً. رياضة full body، سواء حتى mentally أو physically. وهي mentally كتير لأني break your fears الحاجات كتير. أنا عايز أجمب خلاص. لا أنا I'm too afraid. No I will face it. Okay. I will go. So it's life changing. Even for me, for anyone. For a light kite surfer, it changed a lot. طب قد ايه سعر الكورس اللي اذا الناس اجوا لهون واخذوا الكورس قد ايه سعره؟ الكورس المفروض ان هو 300 دولار، مدته 6 ساعات، one rent for free that I go certification. يعني 300 دولار، بتيجي لهون وبتعمل كورس كامل مكمل، ويعني تقدر تركب هاي وين ما درت، حتى لو درت ان شاء الله تروح على تايلاند على yeah. على اسيا، خلاص انت بتعرف كيف تركبها بتركب لها وخلاص. واحنا هنا كمان ارخص بالنسبه للسبوتات كتير، فاحنا هنا ارخص شويه، ولو جه حد من ناحيتك احنا ممكن نعمل له ديسكاونت. اوكي حلو. يعني يا حبايبي اللي بده يجي لهون يتواصل معي مباشره وانا راح اقدر اساعدكم كيف تيجوا على المنطقه وكيف تركبوا الكايتر بي. Let's fly together. السلام عليكم. السلام. شو هو هذا المحل اللي نحن فيه هلا؟ سنتر كافيه في محمية بلو لاجون. اوكي. اوكي. ومن هم الناس اللي بيجوا لهون؟ يعني احكي لنا شوي عن المنطقة. بيجي لنا هنا جنسيات كتير طبعا، من اول المصريين وبيجي لنا اجانب جنسيات. بيجوا يقعدوا في المحلات الطبيعية هنا. ايوه. المكان هنا سمبل خالص. Not fancy يعني زي بقية الأماكن. زي ما بيقولوا كده back to nature، عودة للطبيعة يعني. الكافيه عندنا هنا احنا بنقدم desserts، بنقدم beverage، hot drinks، cold drinks. بس كده. وفي ناس بيجوا لهون بنطوا على المي جوا. بالظبط. وبعدين بيجوا بتشطحوا هون يعني. هنا منطقة كايت سيرفينج. حكم ان الهواء عندنا هنا شديد، فالثلاث ارباع الناس بتيجي هنا عشان خاطر تاخد الكورس بتاع الكايت سيرفينج ويستمتعوا. الكورس يعني كمان من عندكم بتعطوه؟ الكورس كمان. واو. صاحب المكان هنا اصلا عنده سنتر. ايوه. سنتر كايت سيرفينج ويند سيرفينج. موجود جوه في اخر اللسان خالص، برضه سنتر اسمه ذا سنتر. اوكي شكرا لك. هلا صار لازم اقول مع السلامه لهي المنطقه لجونا. رح ناخد القارب وننتقل مباشرة لدهب، ومن دهب رح اخد الطيارة. اذا عجبك هذا الفيديو ما تنسى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناة تبعي عشان كل ما احط فيديوهات جديدة تحضروهم. بشوفوشكن على خير في حلقات جديدة ومغامرات جميلة. باي باي.